ايه هو المضاد الحيوي؟ وهل ينفع نستخدم المضاد الحيوي مع الاطفال والرضع؟ طب يا ترى المضاد الحيوي ممكن يضعف مناعه طفلك؟ طب ينفع تستخدم مضاد حيوي كان طفلك بياخده قبل كده للمرض اللي موجود دلوقتي؟ خليكم معايا وتابعوا الفيديو ده. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فقره صحه الاطفال وحديث الولاده من برنامج سبيس تون مام. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن المضادات الحيويه للاطفال بين الفوائد والمحاذير. المضادات الحيوية واحدة من أعظم الاختراعات البشرية، لكن للأسف الحلو ما يكملش. يكفي إن احنا نعرف إن زمان قبل اختراع المضادات الحيوية كان ممكن تلوث جرح بسيط يؤدي للوفاة. الحاجات دي كلها علاجها بعد اكتشاف المضادات الحيوية، الحاجات دي بقى علاجها سهل وبسيط جدا، لكن للأسف احنا أسرفنا في استخدام المضادات الحيوية بدون داعي وبشكل غير صحيح، فأدى لظهور بعض الأضرار من المضادات الحيوية. في الفيديو ده هتكلم عن تعليمات إعطاء المضادات الحيوية للأطفال وإيه بعض الأضرار أو المحاذير اللي لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة، إيه هي المضادات الحيوية؟ لأن كتير من الناس مش عارفة إيه هي. المضادات الحيوية هي مواد كيماوية بتستخدم في القضاء على البكتيريا، وليها أنواع كتير وليها أشكال كتير وليها جرعات كتير، وكل نوع ليه استخدامات معينة وجرعات معينة، مش هندخل في التفاصيل دي، لكن هنا يهمني نقطة مهمة. المضادات الحيوية استخدمت للقضاء على البكتيريا. ليه بنبه على النقطة دي؟ لأن مش كل الأمراض اللي بتيجي للأطفال سببها بكتيريا. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأمراض بتيجي للأطفال مش سببها العدوى أساساً، وعندنا مجموعة تانية من الأمراض سببها فيروسات، والمضاد الحيوي ملوش أي دور في علاجها، والكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي. طيب، أول حاجة عاوز أتكلم في تعليمات إعطاء المضاد الحيوي للطفل لو إحنا هنديه. رقم واحد، ممنوع تماماً إن حضرتك تدي للطفل مضاد حيوي من نفسك. المضاد الحيوي لازم يكون بوصف طبيب فحص الطفل، شخص حالته وتأكد إن دي عدوى بكتيرية وإن الطفل محتاج المضاد الحيوي. تاني حاجة، ممنوع حضرتك تكرري المضاد الحيوي اللي كان موصوف للطفل ده قبل كده، حتى لو الأعراض اللي موجودة عند الطفل دلوقتي شبه الأعراض اللي كانت موجودة قبل كده، ما تعمليش ده. وكمان ممنوع تدي المضاد الحيوي بتاع طفل تاني أو بتوصية أي حد غير الطبيب المعالج. للأسف بشوف أمهات الطفل عيان، جارتها تقول لها خدي المضاد الحيوي ده ادي له الطفل، أنا اديته لابني وبقى كويس. كلام ده غلط تماماً. مين اللي قال إن جرعة دواء كانت مناسبة لطفل ينفع تكون مناسبة لطفل تاني؟ الخطأ ده بلاش تقعي فيه. النقطة الثالثة، الأفضل جدا إن احنا نصبر شوية وما نستعجلش في كتابة المضادات الحيوية للأطفال، خاصة لو حالة الطفل العامة كويسة والأعراض اللي موجودة عنده بسيطة، لكن النقطة دي اللي يحددها هو طبيب الطفل المعالج. طب ليه أنا بأكد على النقطة دي؟ لأن بشوف بعض الأمهات ممكن يروحوا للدكتور ويطلبوا منه أنه يدي للطفل مضاد حيوي بدعوى أن الطفل هنا ممكن يخف أسرع. في حالات كتيرة جدا الحالة العامة للطفل كويسة والأعراض اللي عنده بسيطة جدا، حتى لو كانت عدوى بكتيرية على فكرة نقدر نستنى يوم واثنين وثلاثة لحد ما جهاز المناعة بتاع الطفل يقاوم كويس والطفل مش هيحتاج مضاد حيوي. النقطة الرابعة، مش كل مرض بيجي للطفل لازم يحتاج مضاد حيوي. عندنا أمراض أساساً مش سببها ميكروبات، زي ما الطفل مثلاً عنده حساسية صدر وبيكح، الطفل ده مش علاجه خالص مضاد حيوي. الطفل ده ما عندوش ميكروب أساساً مسبب له المشكلة، ده عنده حساسية صدر، ده موضوع تاني. نفس الكلام، ممكن الطفل يكون بيكح وسخن وبيرشح، لكن العدوى اللي عنده عدوى فيروسية مش عدوى بكتيرية، فهنا المضاد الحيوي ملوش أي دور في العلاج. علشان كده عاوز أقول المضاد الحيوي بلاش نستعجل في وصفه للطفل، لازم طبيب الأطفال هو اللي يحدد ده، لازم نختار النوع المناسب، مش أي حاجة تنفع لأي حد. نقطة كمان مهمة، لما تيجي تدي المضاد الحيوي للطفل لو الدكتور وصفه لازم تلتزمي بالجرعة اللي الدكتور يحددها، لازم تلتزمي بالتوقيت اللي الدكتور هيقول عليه، ولازم تلتزمي بمدة العلاج، لأن بعض الأمهات للأسف بعد يومين ثلاثة الأعراض عند الطفل تبتدي تتحسن فالأم توقف العلاج. ده خطأ قاتل، خدوا بالكم احنا كده بنساعد على ظهور انواع من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وده كابوس كبير للأسف بدأنا نعيشه دلوقتي. لو الدكتور كتب للطفل المضاد الحيوي لمدة أسبوع يبقى حضرتك لازم تكملي الأسبوع كامل حتى لو الطفل اتحسن بعد يومين ثلاثة. لو الدكتور وصف المضاد الحيوي كل 12 ساعة تدي كل 12 ساعة،
كل 24 ساعة تدي كل 24 ساعة. التزمي حرفيا بالجرعة والتوقيت ومدة العلاج. نقطة كمان مهمة، لو طبيب الأطفال وصف للطفل حقن بنسلين، فحقن البنسلين قبل ما تتاخد لازم نعمل للطفل اختبار حساسية عن طريق الجلد. الموضوع ده مهم جدا، واختبار الحساسية بالمناسبة تقدري تعمليه بسهولة في أقرب مستشفى ليكي قبل ما تدي للطفل حقن البنسلين، لأن الحساسية المفرطة من مادة البنسلين ممكن تسبب مشاكل خطيرة لبعض الأطفال. نقطة مهمة، لو الطبيب المعالج وصف مضاد حيوي شراب للطفل يفضل جدا تسألي الدكتور هل المضاد الحيوي ده لازم يتاخد على معدة فاضية ولا يتاخد بعد الأكل، لأن في بعض أنواع من المضادات الحيوية بتستدعي إن إحنا ننبه على النقطة دي. المفروض إن الطبيب هيعمل ده من نفسه، لكن لو ده ما حصلش اسألي الطبيب المعالج هل في تعارض ما بين الدواء ده والأكل، أو هل في تعليمات معينة تخص النقطة دي ولا لا. نقطة كمان مهمة، لو طفلك بياخد أي أدوية تانية ضروري تبلغي الطبيب المعالج بالأدوية دي، لأن ساعات بيبقى في تعارض ما بين الأدوية علشان الطبيب يبقى عامل حسابه هيوصف أي نوع من المضادات الحيوية. نقطة أخيرة مهمة جدا، لو اديت لطفلك مضاد حيوي سواء دواء شرب أو حقن وظهر على الطفل أعراض غريبة زي أعراض الحساسية، طفح جلد شديد على جسمه، تورم في الشفتين، طفل مش عارف ياخد نفسه كويس، طفل أغمى عليه، أو أي أعراض غريبة ممكن تقلقك، لازم توقفي المضاد الحيوي فورا وتروحي لأقرب مستشفى أو لطبيب الطفل المعالج. دي كده تعليمات مهمة جدا كان لازم أقولها. سؤال مهم جدا، هل المضادات الحيوية بتضعف مناعة الأطفال؟ الإجابة على السؤال ده معقدة شوية. بص يا ست الكل، المضاد الحيوي لو بيوصفه طبيب أطفال بعد فحص الطفل وتشخيص حالته بجرعة سليمة في الوقت السليم ما عندناش مشكلة خالص، لكن المشكلة بتحصل من الإسراف في إعطاء المضادات الحيوية بدون داعي. يعني طفل مثلا عنده عدوى فيروسية وأنا بديله مضاد حيوي، طفل بياخد مضاد حيوي الأم بتديه من نفسها أو باستشارة حد تاني غير الدكتور، أو الطفل بياخد مضادات حيوية في كل حاجة الطفل بيعاني منها، في الحالة دي ممكن مناعة الجسم تتأثر بشكل كبير. ليه؟ المضاد الحيوي ما بيفرقش ما بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة. جسم الطفل موجود فيه أنواع من البكتيريا اسمها البكتيريا النافعة، وجودها مهم جدا للجسم وبتحافظ على أداء جهاز المناعة. المضاد الحيوي بيموت البكتيريا النافعة زي ما بيموت البكتيريا الضارة، فبيأثر على جهاز المناعة. علشان كده بنقول بعد الطفل ما ياخد كورس مضاد حيوي الأفضل إن إحنا نرجع البكتيريا النافعة دي تاني. عندنا بعض الأطعمة بتعمل الدور ده بشكل ممتاز زي الزبادي وزي اللبن الرايب، وكمان عندنا أدوية بتحتوي على البكتيريا النافعة ساعات إحنا كأطباء بنوصفها للطفل بعد كورس المضاد الحيوي علشان نرجع البكتيريا النافعة دي مرة تانية للطفل. فقصة إن المضاد الحيوي ممكن يضعف المناعة ده هيحصل لو إحنا بنستخدمه استخدام خاطئ أو بنسرف في استخدامه بدون داعي. يبقى خلاصة الفيديو، المضادات الحيوية هتبقى مفيدة لو سبنا استخدامها للمتخصصين واستخدمناها بشكل صحيح بالجرعة الصحيحة في التوقيت الصحيح، وهتبقى مضرة جدا لو استخدمناها بدون وصف متخصص واستخدمناها بدون داعي أو أسرفنا في استخدامها أو ما التزمناش بالجرعة ومدة العلاج المحددة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب يكون عجبتكم واستفدتم منها. لو استفدت من الفيديو اعملي شير، لو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق سبيس تون مام.